لماذا ستطبق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة؟ استخدام التبغ والزيادة في الوزن مشاكل يعاني منها الكثير وهي في تزايد. 20% من البحرينيين يدخنون، 33% منهم يعانون من زيادة الوزن، و 36% يعانون من البدانة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب والشرايين ومرض السكر وأمراض الرئة. هذه الأمراض الأربعة كانت السبب في 55% من الوفيات في مملكة البحرين. وتبين دراسات منظمة الصحة العالمية بأن استحداث ضرائب على السلع الضارة يخفض الاستهلاك ويشجع على الإقلاع عن التدخين، مما قد يخفض الوفيات من هذه الأمراض المزمنة.